مهرجان وسع صدرك هو أول مهرجان يمكن يقام في بعد كورونا، والهدف منه افتتاح المقر الرسمي لجمعية الاجتماعيين في منطقة الشارقة. هي جمعية قديمة عمرها 40 سنة، لكن الكيان الجديد اللي انعمل الآن في منطقة الواسط القوز في الشارقة هو ما كمل سنة، فحبينا نعمل الافتتاح، حبينا بعد أن نحتفل بعيد الوطني، وحبينا أن نتعارف أكثر مع المجتمع عن طريق جروبات التطوعية، المسرح، الأطفال والفنون، كل الأمور الثقافية، فحبينا نجمعها في مكان واحد. حاولنا أن بكل جهدنا ناخذ الإجراءات الاحترازية. أكيد راح يمتد هذا المهرجان لمدة أسبوع. أثناء الأسبوع هاي بيكون في عروض مثل ورش فنية للأطفال والكبار، مسابقات زراعية، زراعة عن أهمية الزراعة العضوية للعوائل. راح يكون عندنا الحكواتي وهي قصص للأطفال بالإنجليزي والعربي. راح يكون عندنا عرض العرايس بعد في بشكل يومي بالتعاون مع مسرح الشارقة الجديد. كل الناس في كورونا، كل الناس بعد فترة طويلة من لايف ستايل أو رتم الحياة اللي هو عبارة عن الجلسة وعبارة عن أوامر وعبارة عن شغل عن بعد، كل الناس ضاقت صدرها، فحبينا أن نعمل شيء نوسع في صدرنا. وتعرف توسيع الصدر لما الناس تتجمع وتتكلم وتسولف فيتوسع صدرها وتحس أنها مرتاحة، من هنية المسمى. الجمعية حقيقة ما قامت بتنظيم مهرجانات سابقة، لأن هي قائمة على المؤتمرات وعلى المجلة العلمية تبع الجمعية، لكن هذا أول مهرجان في عمر الجمعية. حبيت أنه يكون مهرجان مختلف، أو مثل ما أقول تقديم دعم اجتماعي أو تفاعل اجتماعي بطريقة مختلفة.